قبل كل شيء دعني أهنئ النادي الأهلي بالأداء الرائع الخارق الذي قدمه الفريق المصري أمام مونتيري. الفريق المكسيكي يعتبر من أصعب الفرق ومن أروع الفرق التي تلعب كرة قدم ممتعة في أمريكا الشمالية والكونكاكاف. أعلم جيدا ومتابع أن الأهلي ذهب إلى أبو ظبي بدون 15 لاعبي الفريق، وذلك بالنسبة لمنتخب مصر اللاعبون اللي كانت مساهمة منتخب مصر. الأهلي حقق نتيجة عظيمة في المباراة الأولى. بالميراس فريق صعب جدا وصعب المنال، مباراة صعبة جدا، هم أبطال البرازيل وبطل الكوبا ليبرتادوريس، وأنت تعلم أمريكا الجنوبية وكرة أمريكا الجنوبية ستكون مباراة رائعة. أنا متحمس غدا لكي أرى مباراة عظيمة الأهلي أمام بالميراس. هم يريدون الصقر لأن الأهلي قد فاز عليهم العام الماضي، لكن بالنسبة لي الأهلي لم يذهب للإمارات من أجل النزهة، وما رأيناه في المباراة الماضية أمام مونتيري يقول أن الأهلي فريق عظيم وفريق صعب المنال أيضا. أتابع الأهلي وأقول لك الشاهين هما، كرة الأهلي كرة عظيمة. المدرب يعتمد دائما على الكرة الإيطالية، مدرب الأهلي يعشق الكونتر أتاك والاحتفاظ بالكرة ثم يفاجئ الجميع. نتمنى تكون مباريات تليق بمجموعة أبطال العالم، يعني نتكلم على فرق هي الحقيقة أبطال على مستويات عالية جدا، ونتمنى انها تكون بطولة قوية. خليني اخذك لشوية موضوعات ليها علاقة بكرة القدم بشكل عام. بداية، مين بيشجع جان فرانكو زولا في الوقت الحالي؟ ايه الفرق اللي بتقف وراها سواء داخل ايطاليا او خارجها؟ في ايطاليا أنا أشجع كالياري وأشجع نابولي، لعبت لهم ولعبت لبارما. كالياري ونابولي هم الأقرب لقلبي لأنهم لهم فضل على فرانكو زولا، لكن خارج أوروبا خارج إيطاليا تشيلسي الأول والآخر. لا أعشق فريق أكثر من تشيلسي. ومين اكتر لاعبين بيمتعوا جيان فرانكو زولا؟ مين افضل ثلاث لاعبين في العالم في الوقت الحالي من وجهه نظرك؟ ميسي بالطبع. ميسي اعشق ميسي. اريد ان ارى ميسي يلعب كل يوم، لكن يجب ان اكون صريحا، هناك بعض اللاعبين بالنسبة لي إيدن هازارد لاعب رائع يمتع في كرة القدم. عندما كان في تشيلسي كان ممتع، أتمنى أن يعود لمستواه المعهود لأنه لاعب رائع. ويجب أن أكون صريح أيضا، هناك العديد من اللاعبين كي أذكرهم، نحتاج العديد من الوقت لكي أذكر العديد من اللاعبين. هناك كرة القدم، انظر كرة القدم لديها العديد من المواهب ولديها العديد من اللاعبون. في إيطاليا أعشق كثيرا زانيولو وفيدريكو كيزا، لأن هؤلاء لاعبون مواهب أكثر منهم صناعة ويمتعون في الكرة، وأنا أعول عليهم في مباراة المنتخب القادمة إذا ما واجهنا البرتغال. أقرب ثلاث أندية من وجهة نظرك لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وأقرب ثلاث منتخبات لتحقيق لقب كأس العالم من وجهة جان فرانكو زولا؟ بالنسبة للتشامبيونز ليج هناك بالنسبة لي ثلاث فرق عظيمة، تشيلسي ومانشستر سيتي
وبايرن ميونخ هما الافضل بالنسبه لي بالنسبه لكاس العالم. هذه بالنسبة لي قد يكون عام المنتخب الأرجنتين، لأن الأرجنتين لديها منتخب عظيم ويلعبون كرة عظيمة، ثم فرنسا، لأن فرنسا لديها العديد من اللاعبين العظماء قد يكونون مفضلين بالنسبة لي. الآن أنا أعطيتك واحدة من أمريكا الجنوبية وواحدة من أوروبا، وأريد أن أقول لك واحدة من أمريكا الجنوبية. البرازيل دائما مفضلة ومرشحة قبل أي شيء. يجب علينا أن نحترم تاريخ البرازيل إذا فاز أو لم يفز. جان فرانكو زولا، أسطورة كرة القدم الإيطالية، شكرا جزيلا على وجودك معنا. سعدت وتشرفت جدا بوجودك معنا وظهورك معنا في السادسة على شاشة الأهلي، والدعوة مفتوحة ليك لو فكرت في يوم من الأيام تكون موجود في مصر. أكيد طبعا يسعدنا جدا إن احنا نستقبل نجم كبير بحجم وبقيمة جان فرانكو زولا.